منظر اكيد تمشي لكن من هالمسرح طيب ولا بدايه دي انا اذا افصل واجيب الضباط خليك وخليك يا انا على يوم من احنا اليوم موجودين على شارع الوفاء بشارع الموت، وقفة احتجاجية مع إغلاق الشارع احتجاجا على منع قوات الاحتلال إجراء أي مشروع بشأنه أن يزيد من أمان وحماية الناس المارة على هذا الطريق. كلها مدارس وصايتي سيارات، كل يوم حادث على الشارع الرئيسي، حادث الموت، إغلاق لشوارع البلدة، كل هذا الخطر. احنا اليوم واقفين هان نوجه رسالة، المطلوب فتح الشوارع، المطلوب العمل في هذا الشارع حتى يكون أكثر أمان وأكثر سلامة لكل الناس وطلابنا. يعني بكيش انا يعني مبكش انا يودع انا يودع يعني مبكش انا يودع 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 انا لا دشوا نبلصوا بس شكرا لا شوي شوي خلاص روح من قدام روحوا يا عم اي بس انا بقول روح تعسيت يا توك يا الله الله ينتقم منهم يا رسول الله يا الله لانهم اعمالهم اعمال شيطانيه وليس اعمال بشر يعني احنا ما عملنا سوء اللي يعملنا بالطريقه هذه يعني. مياه كتير. أريد أبلغ. يلا يرضى عليه. يا حبيبي يا عماد حياك الله واهلا وسهلا فيك. احنا واقفين وقفه احتجاجيه بناء على الوضع اللي احنا فيه. هذا وضع صار مزري لكل سكان الجوع. زاد هم البلد وزادت مشاكل البلد، تفكير المدخل الشمالي على البلد، نسبة السيارات زادت على الشارع، الشارع هذا أصبح مصيدة لسكان تبوع جميعها، أي إنسان بده يقطع أو من الشمال للجنوب أو الجنوب للشمال الأفضل يكتب بصرية لأن احتمال ما يرجعش، أي خطأ بتكبه قاطع الشارع احتمال يؤدي إلى موته. هنا عندنا صار 40 أصابة في هذا الشارع، منهم حالات وفاة، والله ما بدالها. هذا احنا بنقول يا إدارة مدنية بتقولي مسؤولة، بتقولي عن حالك مسؤولة عن الشارع، مازال مسؤول عن الشارع، سوي دراسة لحل مشكلة الشارع، تطلبي دراسة من بلدية تبوع وبتجيب لك بلدية تبوع دراسة وبتقول هذا مرفوضة، هذا دراسة ضعيفة وغير مجدية. طيب حلوا لنا مشكلة انتوا يا اخي، مازال الشارع انتوا مسؤولين عنه، مازال انتوا مسؤولين عنه، سووا الدراسة وحلوا مشكلته. انا عندك 3 مدارس على الشارع بطلعوا في نفس اللحظة في شارع لا يتجاوز 5-6 متر، وهذا الكلام مش صحيح.
يا اما بيحاولوا الشارع عن البلده، يا اما بيسووا حل لمشكله الشارع. بنناشد الجميع، السلطه الوطنيه الفلسطينيه مع الدار المدنيه، حل مشكله الشارع باسرع وقت ممكن. نمر بسلام، زوجتي تطلع الشغل بسلام. كنا سنوات نحاول كل شيء هذا. تروح على مدخل المستوطنة، خلينا نكمل. تروح على مدخل المستوطنة. عشان حل مشكلة هذا الموضوع، فالموضوع هون بس شوي وقت، اللي نبدا نقدم مخططات ونشوف مين بيقدر يمول الموضوع، اللي يتم معالجة الشارع، والمفرق التحتاني مسكر حاليا على أثر حوادث الطرق اللي حصلت في المدة الأخيرة هون في منطقة الطرق. لسلامة المواطنين لازم من أسباب الحوادث اللي بتصير في الشارع. ليش؟ لأنه كله عندك خط أبيض اللي بيطلع على الشمال واللي بيكمل نواحي الطيور واللي بيكمل نواحي الفراديس، كل هاي منطقة، كل تسكير الخط التحتاني فقط من هذا السبب لا غير، عشان تكون في الصورة. الحديث اللي صار اللي دار بين السلطة الفلسطينية لبين القائد العسكري الإسرائيلي، الحديث كان على إنه هذا المدخل بظل مغلق لحد ما نلاقي حل جذري لمشكلة السير الموجودة تحت البيت. أول شيء اسمعني، بالنسبة للوعودات أنا كنت على اطلاع على اجتماع القيادة الفلسطينية مع الإدارة المدنية، إحنا من 2012 وإحنا نأخذ بهذه الوعودات، ندعس أول ولد ثاني ولد ثالث ولد ورابع ولد وإحنا نأخذ في الوعودات لغاية الأسبوع اللي فات. الشغلة الثانية، أنت بتعرف إنه ندعست المعلمة المدرسة بطريقة يعني إنه فيش بريب، إحنا هان كأهالي اليوم احنا جايين باحتجاج سلمي، كل احترام للقيادة الفلسطينية. معي 14 ألف نسمة عوقبوا في تقوع عشان ضربت حجر، عشان ضربت حجر، عشان ولد مدخل المستوطنة. خليك معي، أنا سمعتك، اسمعني، مدخل المستوطنة، مدخل المستوطنة. لا لا، مو أنت ما أنا بحكي الطرق، الطرق على المستوطنة، الإشارات والمطبات والرمزونات اللي بدك تحطه بتحط، مدخل بلد هذه لا. ليش؟ كل كل يوم هذا المدخل من سنة وسنتين، مانعين البلدية 20 سنة، ثبت بطاعتنا. المدخل الغربي حطيتوا لنا عليه بوابة، بوابة فتحت البوابة بعد سجن، سجن يعني المدخل هذا تعتبروه غير قانوني، والشرطة الإسرائيلية سجن. انت سجن كوفة بجدتك، احنا انتوا عنصر. انا شخصيا مش متعامل معاك، اسمعني، انا مش متعامل معاك لا على سجن ولا مش سجن. في هون قرارات اللي هي قرارات عسكريه اللي بترجعش لي انا، من 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 منطلق وظيفتي. طب ليش بتتواجد هون؟ وظيفتك تسكر على الناس لما بتقول لي الشارع الثاني مسكر. بلا شوي، مريح مسكر عشان حوادث السير. الشارع ما ماتش ولا واحد تحت، ما صارش ولا حادث تحت، فاهم علي؟ خلينا اكمل. ولا حادث صار تحت، حوادث بتصير هون عند المدرسه وبتصير فوق، بس تحت المدخل التحتاني ولا واحد مات فيه. النقط اللي امبارح كنت تسير، اسمع يسير سامك سوان علي شيخ بالحيالي تفرض عليه. اي بتخلي ابنك يمرق من هان؟ ابنك بتخليه يمرق من هان؟ لا ما بينا غبي، ابنك بتخليه يمرق من هان؟ يا اخي تعال لا يقعد اخوه، حرام عليك. يلا هو خلينا نشتغل، خلينا نشتغل. اذا الشارع هذا ممنوع ندخل، ممنوع ندخل خط الشارع. فين عندنا؟ ارجع لورا، كل يوم نتعاون مع بعضنا نصور الشارع، نحافظ على سلامة المواطن. نوصل لنقطة نصير احنا كبلدية كمان نشد على ايدهم ونيجي ونقف مع حبوبات الجزيرة، وهذا راح يأثر كثير على مسار الشارع هون، إن كان على المستوطنين أو على العرب حتى. احنا كمان انا تعرف وين ساكن عند قدس الارزه، بتعرفها اذا هناك. انا بلف كل يوم 10 كيلو، كل ما بدي اطلع من الطوع وارجع انا 10 كيلو. انا اليوم يعني بصل على بيت لحم من هون لبيت لحم زي ما بلف لغايه، يعني ليش بتعذبوا فيني هيك؟ زائد
اذا هي عكس السير اوكي تمشي معك، على الاقل الخارج ما بيكون عكس السير، هو اندماج، عباره عن اندماج، اللي بيطلع من البلد ما بيطلع له، لا ما بيطلع، خلي الشرطه تبعك يجي بيخالف، خلي الشرطه تبعك يخالف، انا مش مسؤول، انا كبلديه احط لك شرطي يخالف في قانون، انا كمان كبلديه او كاهل هالمسخره هاي. احنا كمان ما بنقدر نحط لك كل ولد بيضرب حجر هون، حط له شرطي حارس عليه، انت جيش احمي الشارع بالضبط، الشرطور اللي هي ارجع يا شباب احمد قول لهم ارجعوا، نهج عمل لازم يتم عشان انا كاداره مدنيه اقدر اتعامل مع طلبه سألك سؤال، هذه مسؤوليتك تحت، أنا لدك مسؤوليتك سياسات يا أخي، بدي أسألك سؤال، أنت داخل البلد مش مسؤوليتك، مسؤولية بلدية هذه، افتح شارع يا عمي، جيب جراف وافتح شارع، شو هالمسخرة هذه؟ مع مخطط، أنا شو بدي في أبو حسن ولا أبو فلان، أنت لازم تفتح شارع يا أخي. هو بحكي لك على ممنوع يسكر شارع البلد، هو مش مسؤوليته، شارع مش مسؤوليتك، مش مسؤوليته هو سكر شارع علينا، الارواح اللي راحت مش هامنيتك، لا هو مش مسؤول عن الشارع تاعنا كمان، كل اليوم صار شارعنا هذا كله، اليوم صار حوادث، الله يبارك، ما هو السبب الحوادث بس كيف الشارع تحت يا زلمه. في الوقت الحالي المدخل التحلاني بناء على قرار مشترك مش راح تنفتحوا، بس الا اذا نلاقي حل جذري، والحل الجذري انه نبلش مخطط للشوارع، ومخطط للشوارع لازم يتم اولا اخيرا، مخطط زي ما بدك افتح شارع وسدد بعدين نسوي مخطط، وين 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 ما تلو حدا بكره، اذا ما انت مسؤوليه الموت، كل زلمي مصرين على زلمي، مش راح نجي نضرب حجار ولا شيء، ولا ندعو لضرب حجار، بس احنا بالشكل هذا مش راح نرضى نعيش 14000 نسمه شارع مسكر مش قادرين ندخل. سكرها وهنا مسكر، ما بيصيرش تحت اي احتلال في مدى التاريخ انه بعاقب عقاب جماعي، انطلق العقاب الجماعي اكيد، ما حدا عم يحكي عن عقاب جماعي، تم استنتاجا من مع الاداره المدنيه والجيش الاسرائيلي اليوم انه الهدف الوحيد هو فقط هو حمايه قطاعات المستوطنين، ضربوا بعرض الحائط، اغلاق الطرق، وعمالهم بيعطونا في تبريرات وهميه بماطلوا لإبقاء الشارع مغلق على 14000 نسمة، وهو عقاب جماعي يستخدم جيش الاحتلال ودولة المحتلة ضد أهالي البلدة. ستستمر الوقفات الاحتجاجية السلمية على الشارع الرئيسي لحين تنفيذ مطالبنا جميعها، حتى يسير أبناءنا وأطفالنا ونساءنا على الشارع بأمان.